عزنا عالي وعزنا هيثم وحفظ الله سلطاننا المفدى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه وأدامه ذخرا وسندا لهذا الوطن الغالي. مشاهدي الكرام، محطات مختلفة وفقرات أيضا متجددة ومساحات حوارية مع ضيوفنا الأكارم، وهذه المرة موضوعنا جدا جميل ورائع. سنتكلم إن شاء الله تعالى عن روائع التصميم الداخلي، خاصة الناس اللي فعلا يستهويهم هذا المجال أو الناس اللي فعلا مستعدة لتنتقل إلى يعني منزل العمر أو بيت العمر مثل ما يطلق عليه. أتوقع هذا اللقاء جدا مهم ورائع ومفيد في ذات الوقت. مشاهدينا الكرام، الحديث بتفاصيل أوفى حول هذا الموضوع بوجود الأستاذ سعيد بن حمد الريامي، مصمم تصميم داخلي. مرحبا وسهلا أستاذ سعيد، وإحنا سعداء جدا بوجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح، وصباح الخير. أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا وسهلا بك أستاذ سعيد. يعني مثل ما ذكر سيف، اليوم إن شاء الله رح نتحدث أكثر عن التصميم الداخلي، والتصميم أيضا جزء مهم جدا في حياتنا، سواء في المنزل أو في الفندق أو حتى في المستشفى أو في أي مكان في فراغ يحتاج أيضا لهذا التصميم. هنا نتحدث أكثر ونعرف المشاهد الكريم ماذا نقصد بالتصميم الداخلي. طيب، التصميم هو عبارة عن مجموعة من المخططات والتصاميم التي يتم صياغتها واعتمادها للوصول إلى هذه المخططات. وكذلك التصميم هو أساس أولي للتصميم اللي يرتبط بالبيئة. نعم. وتعتبر التصميم المحور الأساسي فيه اللي هو المصمم. جميل. نعم. طيب، على ذات السياق ربما ولكن بطريقة مختلفة، الآن ما هي أبرز المحاور والعناصر الأساسية التي يرتكز عليها التصميم الداخلي بشكل عام؟ يرتكز على عدة محاور، اللي هي طبعا النقاط الأساسية في موضوع التصميم. جميل. كذلك الأمور الهندسية والكتل والمساحات، وهذه طبعا أشياء ضرورية جدا لجاهزية التصميم. نعم، يعني الديكور أو التصميم الداخلي أعتقد مش فقط تنسيق ألوان واختيار ألوان وأيضا اختيار مثلا الأثاث، هو فن ودراسة. نعم. أن المصمم بالفعل كيف يقدر أنه يستغل فراغات المنزل بالطريقة الصحيحة. هنا نتحدث أكثر أيضا عن أهمية أو مرحلة الـ3D، أنه بالفعل الشخص ممكن أنه يشاهد منزله عن طريق مثلا العالم الافتراضي اللي هو الـ3D. طبعا بالنسبة لهذه الأشياء، أنه التصميم يكون مبني على أفكار أولية. هذه الأفكار تستوحى من ذاكرة المصمم ذاته، فمن خلاله يستطيع أن يوصل للعملاء مشروعهم سواء كان سكني أو تجاري، فيقوم على مجرد ما يشوف الكتلة اللي محتاجة تصميم تستوحي الفكرة مباشرة، فهو إلهام منه بأنه يقوم أو يوصل الفكرة مباشرة إلى العميل، وتصبح يعني الفكرة واضحة بشكل تمام بشكل كامل. نعم، ممتاز. أستاذ سعيد، أنا شايف في الآونة الأخيرة أنه ما شاء الله شبابنا مبدعين في مختلف المجالات، ولكن الآن صار لهم حضور ولافت وبارز أيضا في مواقع شبكات التواصل الاجتماعي والحديث الجميل حول التصميم الداخلي. نعم. صار عندهم يعني حس نوع من الثقافة من الوعي في هذا الجانب. جميل أن تعطينا وجهة نظرك الشخصية حول هذا الواقع تحديدا. نعم، هذا طبعا لتفادي أخطاء كثيرة. الناس يعني لجأت لهذا الشيء لتفادي الأخطاء التي ترتكبها. مثلا نقول، مثل إيش هذه الأخطاء اللي ترتكبها؟ يعني مثلا أثناء تنفيذ الشركة المنفذة للمشروع، جائز أنه يكون في أخطاء معينة. يعني مثلا لو نفترض أنه أثناء التنفيذ اكتشفنا، لو ما كان في تصميم هذا يوضح لتفادي هذه الأخطاء، بنكتشف مثلا أنه في مكتبة موجودة أو مكتب داخل البيت، النافذة موجودة في خلف المكتب، فمباشرة أشعة الشمس تكون متسلطة على الكمبيوتر، فطبعا هذه يشكل إزعاج. الشيء الثاني، ممكن تتفادى خطأ أنك تفتح باب أي باب الغرفة أو المجلس وتكتشف أن النقاط الكهرباء موجودة خلف الباب، فتضطر أنك تسكر الباب وتشغل نقاط الكهرباء. بالضبط. ومنها من طبعا منها من الأخطاء، من الأشياء الثانية اللي ممكن تفادى، هذه بعض منها ما ذكرتها حاليا. نعم. طيب أستاذ، يعني متطلبات وأيضا احتياجات تصميم منزل مختلف تماما من متطلبات تصميم مثلا مكتب. هنا يعني يمكن المشاهد الكريم يستفسر،
ايش راح استفيد لما الجأ لمصمم داخلي يصمم لي المنزل او غرفة النوم او حتى صالة الصالة والمجلس؟ طيب انا اقدر اصمم بنفسي واعرف ايش ذوقي، اقدر اروح مثلا لمحل مختص في مجال الاثاث واختار الاثاث اللي يناسبني. نعم طبعا هذا التصميم العكس الحين حاليا صار يوفر جهد ووقت كبير لصاحب المشروع. يعني ممكن في ناس، واحنا مرينا على هذا النوع من التجارب، انه في ناس تشتري من افضل انواع الخامات ولكن بسبب ما في موجود تنسيق للمكان فنكتشف في نهايه المطاف انه المكان يعني غير مرتب اطلاقا. لكن في حاله وجود مصمم محترف وعمله في هذا ينصب في هذا المجال راح يقدر يرتب جميع الاشياء اللي هي طبعا نفس الشيء التصميم، انه يغطي نقاط عده في المجال هذا، يعني تقريبا حوالي 11 نقطة اللي هي طبعا لو ذكرنا منها الديكورات السقفية والجدرانية، طبعا الأثاث، الأصباغ، الإضاءات، الخزفيات، أيا كان في هذه الأشياء، النوافذ، الأبواب، فهذه طبعا المصمم راح يحطها باحترافية. هذه تسهل للعميل أنه لما سواء بنفسه يختار أو الشركة المنفذة تقوم بهذا الشيء، حتى في طريقة اختيار راح تسهل له جهد ووقت وراح يوفر كثير. لهذا الناس الحين في الآونة الأخيرة بدأت تلقى إلى التصميم الداخلي. ممتاز. طيب عندما نجد المصمم المحترف سنتفادى كل هذه الأخطاء، ها؟ لا حسب ما ذكرته أستاذ سعيد، ولكن كيف من الممكن أنا كزبون فعلا أني أحصل هذا المصمم المحترف؟ ما شاء الله في السوق ناس كثر ومحلات ومؤسسات تظهر بين الفينة والأخرى، فكيف أقدر أني أميز فعلا أنه هذه المؤسسة أو أن هذا المصمم فعلا محترف قادر أنه يصمم لي فعلا بالشكل اللائق الذي ينبغي أن يكون؟ نعم، في خطوات معينة ممكن فعلا من خلالها أستشف هذه الاحترافية عنده؟ نعم، سؤال جميل. طبعا الحين في تنافس كبير بالنسبة للتصميم الداخلي، وبالنسبة لهذا الوضع لأنه يقلل أن العميل يقدر يتوصل إلى شركة قادرة أن تصمم فعلا، يفضل أن تكون هذه الشركة تنفذ كذلك. جميل. فلقى يتوصل لهذا الشيء يفضل أنه يزور مواقع عمل هذه الشركة المصممة في مواقع التنفيذ تبعها. طيب، والاطلاع على مختلف الصور والفيديوهات لهذه المؤسسة في مختلف مواقع شبكات التواصل الاجتماعي، أتوقع نفس الحالة شيء مهم، صحيح؟ جدا مهم. نعم، يجب مفترض أن يكون جميع الصور اللي موجودة في جميع السوشيال ميديا في مواقع التواصل الاجتماعي أن تكون من أعمال الشركة ذاتها، لأن جميل. الحين ممكن يعني اللي صاير التنافس ممكن أن تكون في بعض الصور تتركها الشركة أنه ينفذوها مستقبليا لكن ما زالت ما نفذت، ويقول أو نحن نستطيع أن ننفذ، فيفضل أن تكون الشركة تنفذ أعمالها ثم تصورها وبعد ذلك تقوم بعرضها، لكن يكون أنه التصميم منفذ على أرض الواقع. جميل. طيب أستاذ، كسؤال أيضا أخير وجميل، نحن أيضا نصحح هذه المفاهيم الخاطئة لدى البعض. يعني البعض يعتقد أنه لما يتوجه لمصمم داخلي راح يقول لك أن تكلفته جدا عالية ويتخوف بالفعل أنه هو يلجأ للمصمم الداخلي، فممكن نحن نصحح هذه المفاهيم؟ يعني أكيد المصمم الداخلي راح يتساهل حتى مع الزبون أنه يساعده لتصميم المنزل. نعم، هذا طبعا أستاذ يعتمد على حسب أنواع التصميم وكثافة التصميم وحسب كثافة المواد المستخدمة في التصميم ذاته. فبعض لأجل التكلفة للتصميم ذاته ممكن أن يكون باختيار تصاميم بسيطة معينة، كذلك حتى لو ربطناها في موضوع التنفيذ ممكن التنفيذ يكون فيه بدائل. يعني مثلا ونفترض نضرب مثال بسيط اللي هو الرخام، في الحين موجود في السوق بديل الرخام، هذا ممكن أن نحطه والتكلفة فارق كبير أكثر من 50% فارق في هذا الأشياء. فطبعا دائما يحتاج أنه العميل أو الزبون أنه يجلس مع المصمم ويوضح له ليش هذه التكاليف وكيف ممكن أنه يضبط ميزانيته على حسب بالضبط العمل اللي يريد ينفذه أو يصممه. صحيح، يعني بما يتوافق مع ميزانية العميل. نعم. طيب أنت الحين بتدفع الحين، لكن أكيد راح تتفادى الكثير من التكاليف الباهظة من الأخطاء اللي لو عملتها بروحك بدون اللجوء للمصمم الداخلي. شكرا لك وشكرا لوجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح. شكرا على كل هذه الإضاءات وكل هذه الإيضاحات، ونتمنى أيضا أن تصل من هم الأمور خاصة الناس اللي الآن
إن شاء الله تعالى سينتقلوا إلى بيت العمر. شكرا إذا للأستاذ سعيد، يعطيك العافية، وإحنا سعداء بوجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح. بارك الله فيكم، وأنا كذلك، شكرا جزيلا. شكرا لك. إذا مشاهدينا الأحباء نتواصل معكم أيضا في قهوة الصباح، ننتقل بكم الآن إلى فقرة أنت تقدر مع زميلة مها البلوشية، وبعدها لنا عودة من جديد، كونوا معنا.